اهلا وسهلا بكم في قناة عالم هبة. كرحب بكم من جديد، فيديو جديد ان شاء الله ينال اعجاب ديالكم ويلقاكم في اتم الصحة والسلامة وانتم كتشاهدوه. دائما مع جديد المنظمات والادوات والاجهزة والافكار الهائلة لتنظيم وتسهيل الحياة اليومية لتوفير الراحة اكيد لكل مرأة اللي كتعاني من روتينات اللي هي كتكون متعبة جدا. فهذا الفيديو مفيد لك، غتاخدي افكار اللي هي جديدة للمنازل ديالك، ايضا غتاخدو افكار كيفاش تخدموا هاد الادوات اللي جد مبتكرة هكا من تاخدو شي منتوج تكونوا ديجا عارفين الاستعمال ديالو. ايضا هاد المنتوجات راها بواحد الشكل جد رائع، ما كتاخدكمش واحد المساحة اللي هي كبيرة، بالعكس كتوفر لكم مساحات إضافية. هاد المنتوجات اللي جد رائعة ومذهلة لكل مطبخ أو حمام، فهي موجودة في كل بلدان حاليا. بالنسبة للناس اللي كيسولوني عليهم موجودين على العموم في مواقع عدة من مواقع الأجهزة الإلكترونية، كذلك كاينين متوفرين على جروبات أونلاين على الفيسبوك وعلى التليجرام، كاينين منهم في إيكيا، والقليل كيكون منهم حصريا غتلقاوهم كما قلت لكم في عدة من المواقع الإلكترونية، فغتطلبوا المنتوج من هناك وغادي يوصلكم حتى المنازل ديالكم. فبالنسبة للمغرب فخليوا لي التعليقات لتحت، غادي نخلي لكم صفحة ديال هاد المنتوجات، طلبوا المنتوج وغادي يوصل لكم حتى الباب ديال المنزل. كذلك بالنسبة للمواقع فكيكون عندهم واحد التخفيضات اللي جد مهمة، فاغتنموا هاد الفرصة ما تضيعوهاش بالنسبة اللي باغي ثمن اللي جد مناسب. فكنتمنى لأول مرة كيشاهد القناة من خلال هذا الفيديو أنكم تشرفوني بالاشتراك والضغط على زر الجرس وتختاروا الكل باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات المقبلة بإذن الله. وأيضا ما تنسوش إلا عجبكم الفيديو اللايك فهو مهم، هكذا كتدعموني وتشجعوني والهلا يخطيكم عليا يا أغلى متابعين. وكما شاهدتوا معايا داز حويجات اللي مهمين لكل منزل، منهم هالسليلات اللي جد عمليه بالنسبه للثومه، وكذلك هنايا عندنا هذا الجهاز اللي جد رائع، جهاز اللي جد مبتكر لاستخراج زيوت من اللوز او القرقاه او كاوكاو كما شفتوا معايا بواحد الطريقه اللي سهله وجد عمليه. كذلك هنا بالنسبه للمطبخ هاد العلاقات كتبتوهم كما هكا وتعلقوا فيهم المناديل الورقية أو تعلقوا فيهم حتى الأدوات بالنسبة للمطبخ. وندوزو نشوفو معايا هنايا هاد اللصقة اللي جد قوية، هكذا يمكن لكم تبتو بها لزورة على الناموسية وكذلك الأغطية ديال الكنابي وغيرهم. كذلك بالنسبة للحامي الهاتف جد عملي، فهكا يمكن لكم تبتوه ويمكن لكم تفرجو بدون تعب. وندوزو كذلك بالنسبة للفلتر ديال الماء، فهو شي حاجة اللي هي ضرورية، وشوفوا معايا كيتخدم بواحد الطريقة اللي سهلة. كذلك معنا هاد القطاعة جد رائعة في التقطيع وكتحتوي على واحد المجير، هكا يمكن لكم تضعوا فيه الحويجات اللي قطعتو. وندوزو كذلك بالنسبة للأوانير الجد راقية والممتازة اللي خرجت جديدة. كذلك شوفوا معايا في هذا المقطع هاد سرير جد انيق، شوفوا بالنسبه لهاد الاغطيه ديال الناموسيه شي حاجه كاليتي وممتازه. كذلك هنايا اواني اللي جد مبتكره اللي زوينه بزاف سواء بالجوده او بالديكورات ديالها. كذلك ندوزو بالنسبه للبونجا او الاسفنجه ديال اللي كتمسحت بواحد الطريقه اللي عجيبه بالنسبه للمطبخ. كذلك هنايا معنا هاد السليلات اللي جد عمليه اللي يمكن لكم توضعوا فيها كم حاجه بالنسبه، هكذا يمكن لكم توضعوها كما في الفيديو كيعطيكم اختيارات، وكذلك كل واحد على حسب الاستعمال ديالو. وندخلوا لهذا المقطع اللي جد رائع، شوفوا معايا بالنسبة للأغطية ديال الناموسية شي حاجة روعة، كاينين الألوان اللي مثيرة وكاينين الألوان اللي جد ممتازة. كذلك هنايا عندنا واحد الفرن اللي يمكن لكم تطبخوا فيه الحلويات، توضعوا فيه الحاجات اللي يمكن لكم أنكم تطبخوها
الطبخ السريع فحاجة اللي هي مهمة لكل مطبخ. كذلك هنا بالنسبة لنشر جل الجوارب، منشر اللي هو جديد على شكل دائري، ايضا يمكن لكم توضعوا فيه الاحذيه، النوسات، الحوايج، هكا يمكن لكم توضعوا فيه الحاجات اللي يمكن لكم تجفوها. وندوزو بالنسبه للدولاب، شي حاجه اللي يمكن لكم تنظموا بها هاد الرفوف اللي جد عمليه، يمكن لكم تثبتوها بهذه الطريقه، يمكن لكم انكم تستغلوا المريوب بواحد الطريقه جديده. شوفوا حاجه كم حاجه وضعات، شي حاجه اللي رائعه وعمليه. وندوزو نشوفو هنا هاد الصناديق اللي جد عمليه، اكيد بالاغطيه ديالها وكتحتوي على روايد، هكا يمكن لكم توضعوا فيها الملابس اللي ما كتحتاجوش، وكذلك الاغطيه والالعاب وغيرهم، فهما كينظموا البيت بواحد الشكل رائع. ايضا عندنا هنايا اغطيه ديال السرير بواحد الالوان اللي جد متنوعه. وندخلوا نشوفوا هاد الطابيات اللي بثلاثيه الابعاد، شي حاجه خياليه كتعطيكم واحد المنظر واحد الديكور من عالم اخر. كذلك هنايا بالنسبه للاطفال او البيبي، فهاد الطويسات جد عمليه، او الترموسات. كذلك هنايا بالنسبه للثلاجه، فهاد العلاقات جد عمليه اللي يمكن لكم توضعوا فيها كم حاجه، هكا يمكن لكم تستغلوا الاماكن فوق البوطاجي. كذلك بالنسبه لهذا الورق اللاصق جد عملي اللي دار ضجه في البيع ديالو، فهكا كتغنيكم على الصباغه. وايضا بالنسبه اللي كيبغي يبدل الديكور سواء ديال الجدران او ديال الزليج، فشي حاجه اللي جد عمليه. كذلك شوفوا معايا هنايا هاد الشيته جد عمليه وخا صغيره، كتنفعنا هكا يمكن لكم كتنقي لكم شي حوايج اللي ما يمكن لكمش توصلوا ليه بهاد الطريقه اللي هي سهله. كذلك بالنسبه لهاد جيفليكس جد عملي، فكاين انواع اللي جد مختلفه كما شاهدتوا معايا في الصوره. وندوزو نشوفو معايا هاد المصعد اللي جد مبتكر، تكنولوجيا اللي تستاهل اننا ناخدوها. بالنسبة للناس اللي تيكونوا كبارين في السن، الناس اللي تيكونوا هكذا مرادين، شي حاجة اللي ضرورية. كذلك ندخلو هاد المقطع اللي هكا فيه اتات الذكي واستغلال المساحات بالنسبة للمنازل الصغيرة. كذلك هاد العلاقات جد عملية بالنسبة للدولاب، شوفوا معايا كذلك هنايا هاد التوشيات اللي يمكن لكم توضعو بهاد الطريقه في الروبيلي، يمكن لكم توضعو فيهم الحويجات اللي هكذا كتنظفوا بهم الاواني وكيتوصلوا، يمكن لكم ايضا انكم تعلقوهم. معنا ايضا هنايا بالنسبه لهذوك البقايا ديال الخمله او هكا تفنوا بها الملابس، فهاد الاله جد عمليه. كذلك هنايا معنا هاد العلاقه على راس، على شكل راس حيواني، يمكن لكم تعلقوا فيها كتوشيات اللي كتكون هكا خفيفه وصغيره. كذلك معنا بالنسبه هاد اليديات ديال السيليكون، بالنسبه للاواني اللي كتكون سخونه بواحد الحراره عاليه، فهي جد عمليه. كذلك شوفوا معايا هنا ندخلوا بالنسبه للاشكال ديال انواع ديال الروبيني اللي تزين الروبيلي بواحد الطريقه اللي مغايره كيحبوها الاطفال. كذلك شوفوا معايا هنايا هاد العصاره اللي جد عمليه، طريقه اللي سهله وسريعه، شوفوا النتيجه روعه. وندخلو كذلك بالنسبه للناس اللي تيكونوا هكا مرادين الكبار في السن، فهاد الطواليط جد عمليه، طواليط اللي هي متنقله. كذلك هنايا معنا هذا الجهاز اللي مقسوم على قسمين، اللي يمكن لكم انكم تحضروا فيه جوج اكولات. كذلك هنا توشيات بالنسبه للكابلي ديال لاسارج، فهاد شي حاجه اللي كيوتو كتزين لكم الكابلي. وبالنسبه ايضا ما نساوش البريز ديال المفاتيح الكهرباء، ايضا هاد توشيات كيعطي واحد الديكور اللي هو زوين. وندخلوا بالنسبه للحمام، فهاد الطاجيرات ديال البلاستيك جد عمليه، الكركبه سواء الحمام او المطبخ،
فهي شي حاجة اللي جد عملية وكتنظم بواحد الشكل رائع. وايضا شوفوا معايا بالنسبه لهاد اللاصقات ديال الباب بدون حفير شي حاجه اللي جد عمليه. كذلك معنا هاد السرير جد رائع وراقي وتصميم جد مختلف. كذلك هنايا بالنسبه للاتات شي حاجه اللي كاليتي وزوينه. ايضا معنا واحد المنظم اللي جد عملي في التنظيم سواء الغرف الاطفال او البيوت عامه كتوضعوا فيها كم حاجه. شوفوا معايا بالنسبه للترتيب ديالها شي حاجه اللي جد عمليه. كذلك هنايا عندنا هاد التوشيات بالنسبه للسياره هكا يمكن لكم توضعوا فيها الاشياء مثل العصير او القرعه ديال الماء او غيرهم وتثبتوها على حسب الاستعمال ديالكم. على العموم كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو وخذتوا افكار اللي هي جديده للمنازل ديالكم. وشكرا لكم على المتابعه والدعم واللي اخذتكم عليا. ونتلاقاو فيديو مقبل باذن الله وبسلام عليكم.